اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الريصاني، وحنا كنتواجدوا في قلب رحبه الابقار يعني البقر بمدينه الريصاني، واللي غادي نكتشفوا متابعي قناه شوف تي في الاثمنه ديال الابقار وكذلك يعني العجوله يعني الابقار الحالوب والعجوله، ونشوفوا كذلك يعني اراء الكسابه حول الاثمنه اللي هي طالعه او منخفضه هنا بمدينه الريصاني. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، ونبقاو هنا متابعي قناه شوف تي في مع رحبة البقر ونشوفوا الأثمنة اللي كاينه الحاليه في الاسواق. السلام عليكم مولاي الزين. السلام عليكم. حياك الله. غادي نبغيو نعرفوا يعني الأثمنة اللي كاينه. مرحبا سيدي. وكذلك اشنو كاين في مدينه الريصاني. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك سيدي. سيدي بالنسبه لرحبة البقر في الريصاني كتمتاز بالكسيبه، كنخروها الكسيبه. بالنسبه للكسيبه الثمن طالع بزاف، الكساب قهروا الثمن، بغى يشري عجيلات باش يتمعش حيت يدخل للسوق وكيشوف الاثمنه عجيله صغيره بمليون، مليون وعشرين، مليون وثلاثين، مليون وربعين، تيقهروا الثمن وتيخرج بحالو. السوق ما فيه لا بيع لا شراء لا والو، كيجيبوا البيع الشريال بهيمات كيدخلوا للسوق كما كتشوف كيطرحوا بهيماتهم، ما كان لا شاري لا والو، الناس كدور حتى واحد ما كيقد على الاثمنه. اللي سول على شي ثمن وقلنا له هذا الثمن كيخاف كيهرب الثمن. بحال هذه صغيره بحال دابا راه 150 الف ريال. هذه 150 الف ريال. ايوه هذيك من هي راه مليون و50 الف ريال. زيد نقربوا. هذه هي مليون و50. مليون و50. ايوه هذه اللي تعلق انت هذا اللي فيها البيض وكحل. مليون مليون و50 الف ريال. من نوع هذا؟ هذه نوع روميه بيض كحل. ايوه هذه البلدي عطاونا 190 الف ريال ما سلكناش. 190 الف ريال. 190 الف ريال ولكن كاينني الشاري قهروا الثمن. هذيك الفرخه اللي راه كيشوفوا هذوك الناس، شوف معايا هذيك فرخه مليحه كسابيه، عطاونا مليون و84 ولكن ما قداش الشاري يوصل لك الثمن دابا. يعني كتشوف السوق يعني الاثمنه اللي كاينه في السوق طالعه بزاف، طالعه الثمن. يعني فين كتشوف السعر؟ سيدي السابغة على الاسعار والله عن قله السلعه، قليله السلعه في السواق، واللحم داير واحد الثمن كبير اللي ما طاقش حتى المواطن انه يمشي يشري كوالا ديال اللحم ياكلو. العجل دابا واصل تقريبا 100 درهم باش يطيح على البيع الشراي حتى 2100، ما حيت يقول لك اللحم 2000 ما كيقد حتى واحد يديه. ألف اي شي باش يطيح في مدينه الريصاني 2000 حتى 2100 العجل. مقارنه بالاثمنه اللي كانت شحال تقريبا؟ سيدي تقريبا زاد الثلث، راه كان اللحم ب 60 درهم باش كنا كنديو العجل، غير واحد المده ديال تقريبا 12 شهر ولا قبل شويه، راه كان اللحم تقريبا ب 60 درهم حتى 70 درهم، دابا راه اللحم غالي بزاف. بالنسبه للخرفان ولا الابقار المستورده واش دخلت مدينه الريصاني ولا لا؟ سيدي لا، بالنسبه لهنا السلعه اللي كتدخل هي السلعه ديال الاسواق الاسبوعيه اللي قريبه للمنطقه، بحال مثال السوق ديال سينغير، السوق ديال الريش، السوق ديال بوميه، هذا الشيء اللي كاين. اما بالنسبه للمستورده من اوروبا ما كايناش، ما دخلتش لهنا. نروح للسوق وتعطينا الاثمنه اللي كاينه حاليا. مرحبا. تقريبا بحال هذه اللي امامنا شحال تقريبا الثمن؟ هذه قلنا مليون و84 الف ريال، هذه مليون و10 الف ريال. مليون و10 الف ريال. ايه. ولو صغير الحجم ديالها مليون و10 ولو لانها مازال ضروبه صغيره وصلنا للحليب، هذا هو اللي كاين. الكساب حيت تيدخل وكتقول له بحال هذه مليون و10 الف ما كيطيقش، كيقول لك غنوكلها بمليون و10 الف اش غتعطيني؟ حيت الثمن كاع اش غتجيب لي؟ من اللحم تقريبا دابا هذه الكسيبه راه طايحه تقريبا فوق 800 درهم، ما كيطيقش الفلاح كيمشي بحالو. يعني كتشوف بان اي هذا ذكير، هذا حتى هو راه يفوت 100 مليون. حتى هذا اي هذا راه يفوت 10000 درهم. هذه راه عطاو مولاها 182 الف ريال، بيع شراي وما بغاش، قال لهم ما يسلكنيش الثمن. 184 الف ريال. 184 ايه. يعني في الاول كنا كنشوفوا هاد 184 كنا كنجيبوا بها السمين. كنا كنجيبوا بها السمين، دابا لا، دابا الا بغيت السمين وبغيت حاجه مليحه راه 3 المليون 4 المليون حتى ما اكثر، على حسب الحجم ديال البيمه. وبالنسبه حتى تشوف حتى الرحبه، واش الرحبه كتشوف فيها شي رواج شويه ولا لا؟ لا السوق مبلوكي، ما كاين لا بيع لا شراء. السلعه كما قلت لك بيع شراء داخلينها، ها هما مريحين في الكراسه بيع شراء هذوك. دابا ما كان لا بيع لا شراء، حتى واحد ما كيساومهم حتى يكمل السوق تيسرجيو سلعتهم كيوليو الكوري ديالهم. يعني بحال اللي قلتي كيزيدوا عليهم غير مصاريف ديال الترونسبور. داك الشيء اللي كاين صاير بزاف والبيع والشراء ما كاينش. وبالنسبه يعني لهذا الشيء ديال العلف
سيدي العلف، سيدي العلف حاليا في المتناول، واخا النخاله جات شويه ولكن العلف دابا في المتناول. شكون 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 دابا اللي ما تقرش المواطن هو انه يشري الكسيبه. يعني يشري كسيبه بهذاك الثمن؟ لا لا، ما قدروش ما قدروش على كسيبه انه يعني يدوها بهذا الثمن. اي ما طاقش المواطن يدي الكسيبه بالثمن، الثمن زايد بزاف. واخا نشوفوا التأثمنه حتى الثمن ديال هذه تقريبا. تقريبا هذيك دابا فيها فيها الحليب. هذيك بقره حلو. باه بقره حلو. ايه شحال هذه البقره حلو؟ هذيك هذيك مليون و80 مليون و90 وحدها بلا بلا الولد ديالها. يعني وحدها بلا الولد ديالها، لو كان كاتجيب الولد ديالها خصها 500000 ريال. ايه كان شي حاجه مليحه ولا نشوفوه كذلك حتى في السبب اللي جالسين هنا واش غادي يقدروا يعطيونا شي كلمه. شكون اللي غادي يبغي يعطينا شي كلمه؟ هذا هذا اللي راه بيع شرا يعطيك شي كلمه. قول له كيدير السوق. حنا السوق عندنا عيان. ايه مكرفسه الدنيا. الماكله كاينه ولكن الفلوس ما كاينينش. الناس ما عندها فلوس، الجفاف اثر عليهم بزاف. تتبيع الراجل بهما تيعطيك 20000 180 كتبقى حتى حتى يبيعها. يعني كتشوف السوق نسرها ندروسها الدنيا والناس بغاو السلعه ولكن ما قدروش. كيسمعوا هاد الاثمنه كيهضر كيجيهم الثمن غالي والجيب خاوي والماكله موجوده. راه شي عاد مو يدريس. الله شي هاك عطي لهاد الناطق الرسمي ان شاء الله تكون شي حاجه. شي كلمه اللي كان اللي كان. السلام عليكم ورحمه الله. اسيدي هذا راه سوق مبروك، سوق مولاي علي الشريف مبروك. الماكله موجوده والناس مساكن مغلوبه، اللي بغى يشري تيساهم تيعاود يخرج بحالاته. البيع الشرايه هما مجوقين، ما كان لا بيع لا شرا. والله يجيب السهله. كل 3 شهور 4 شهور ما تيوقفش على راس المال ديالو. داكشي اللي كاين. لا اله الا الله. فحي الله كل كسبه متابعي قناه شوف تيفي ونزيدو نستمروا مع احد. اسيدي ما نعرفش. حياكم الله وتبارك الله عليكم. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي، وحنا يعني مباشره اكتشفنا عينا مجموعه من الاثمنه ديال العجول والابقار الحالو في سوق مدينه الرصاني، وايضا الكسبه اللي كشفوا على اسباب غلاء البقر والانعكاسات ديال ارتفاع اسعار اللحوم. فحيا الله كل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وتبارك الله عليكم والشكر جزيل. You want to see something? This is definitely a Hollywood. You're definitely a Hollywood star, isn't he? Is he from Hollywood? This guy? Are you from Hollywood? I don't know. Wait, what's you don't know films? Are you from the movies? No, not movies. Movies, radio. No, radio. Huh? It's a canal. Okay. You can say some things about this. I think cows are great here. I think the cows are wonderful and the sheep. I'm a farmer, and in Ireland, a long way away. It's an island next to England. And I like to see sheep and cows. It's very nice. Your market is wonderful. Thank you. Thank you so much. حيا الله كل المتابعين والمتابعات. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي بانه وكذلك مجموعه من السياح انهم كيجيو لهنا فقط انهم لالتقاط مجموعه من الصور، لان من الاسواق التقليديه واللي مازال محتفظه على التراث هو سوق مدينه الرصاني. فحيا الله جميع الكسابه وايضا جميع ساكنات المدينه اللي نتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق والسداد في المسيره وكذلك ديالهم، ونتمنوا ان يعني يكون واحد الانخفاض بالنسبه للاثمنه، لا بالنسبه للفلاح يفرح ولا بالنسبه للمواطن وكذلك يشري. الله يحسن العون. كيبقى الكساب حتى هو ايضا مواطن كيشري اللحم وكياخذه وكيديه للدار، ماشي غير المواطن اللي كيجي هذا الشيء غالي. فالكساب حتى هو الله يحسن العون، هو كيجيب الكسيبه ديالو وتطيح عليه فقط غير بالصير ودخل يعني خرج الكسيبه وعاود دخلها، فهذا وكذلك يعطي يعني مجموعه من الخساره. فالله يعوضهم خير ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله نشوفوا يعني سوق مدينه الرصاني بواحد الحله ان شاء الله جديده، ونشوفوا الاثمنه ان شاء الله في هذه الاعوام القادمه من خلال يعني الزخات المطريه اللي همات يعني اقليم الرشيديه، ونشوفوا مدينه الرصاني واقليم الرشيديه ان شاء الله بالخير والخمير ان شاء الله. فحيا الله كل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، ولا زلنا مستمرين متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث من قلب رحبه الغنم رحبه البقر عفوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي خويا من الخميسات ناس ديال السينما معاك على سلم على الحاج. شوف شكون هذا الحاج. الحاج الخلافه. شكون هذا الحاج الخلافه؟ كاين شي واحد سميتو الحاج الخلافه هنا؟ قول له راه شافوه الناس وكيسلموا عليه. او تكلم الخلافه
انت السبع مي هذا راك دخل وكي جاك كي جاك السوق كي جاك السوق السوق اللي جاني مرنك على الفلاح ولا على الكساب اي والثمن ديال اللحم كيفاش كيجي الثمن ديال اللحم بلا حساب كاع ما في مين شافني الثمن يعني ولا حتى قال المواطن ما بقاش قادر انه يجي اللحم والو المواطن ما بقى ياكل اللحم قال لك قال لك شي واحد سميتو لحم الخلافه قلنا عمي الحاج واش المواطن العربي اقول لي قلنا راه عطيك الميكروفون العربي واش زيد علينا في هذا الميكروف ديالو الحاج العربي قول لي واش ولا اللحم غالي 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 لا اله الا الله المسكين ما تاكلش ما ياكلش اللحم والو عاودنا على هنا انا ما نعرف ما نقول الله يرحم والديك عطيه لدريس عطيه لدريس على بركه عاودنا قلنا كلمه اخيره نعم سيدي بسم الله سيدي حياك الله المهم خلاصه القول اسيدي ان مرحبا خلاصه القول اسيدي ان هنا الكسابه ما طاقوش هذا الثمن اللي كيجيبوا لهم بيع الشرايه البيع الشرايه حتى هما ضروا كيجيبوا السلعه كتبقى عندهم ما كيبيعوش كيزيد عليهم الصاير كيوكلوا البهيمات في الكواله ديالهم كيردوا من السوق ما كيبيعوا ما كيشريوا المهم الله يدير لا شي تاويل طلبوا الله شي خير يجي من 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 عند من عند من عند سيدي ربي باش يتيسر الامور والبهايم يديروا المروه ويطيحوا والفلاح يطيق ليهم ان شاء الله باش يكسب وحتى هو يتمعش والبيع الشري يتمعش معاه شويه والامور تدوز سلامات وحتى اللحم راه الله يكون في العوان ترى المواطن ما طاقش الا هذا اللحم الجزار الله يكون في عوانهم تيذبحوا البهايم تيبقاو يشوفوا فيهم ها اللحم موجود ها الثمن ها الثمن الثمن ما قدوا له شيء الجزاره كما قلت لك كيجيو ولا يذبحوا البهايم ويبقاو فيهم ما كاين اللي كيدفع عليهم اللحم تيبقى لهم اللحم تماك تينضروا حتى هما راه المهم الامور نطلبوا الله يدير لها تاويل الفيله لمحمد ولو انه ما كانش معنا في البث الاول قال لك العجلات شحال العجلات سيدي واش بالنسبه للعجلات الكسيبه ولا العجلات الذبيحه مرحبا سيدي العجلات الكسابيين كما قلنا لك راه غاليين بزاف راه صغيره راه 10000 درهم راه صغيره دابا تكون هي هكا منقيه شويه راه 10000 درهم فما فوق حتى 300000 ريال العجلات الزينين ديال الكسابيين الذبيحه راه غاليه بزاف الذبيحه راه الضروبه المليح راه كطيح كما قلنا ب 2000 ريال حتى 2100 وكذلك العجل كذلك الذكر حتى هو كيطيح بالثمن وبالنسبه للناس كاين اللحم ب 16% ديال البقره الشارفه ما تيقتل ما تيتكلش تمشي دابا تبي تحيد 20 درهم ولا 25 درهم باش تمشي تزدي الحيم كتلقى اللحم كسر ميه كما كنقولوا في القويميله ما كيبغيش يطيب لك وهذاك 16% دريه شكون هو مولاي الكبير هنا مولاي الكبير اسيدي هو ذاك السيد اللي هضرت معاه مولاي الكبير هذا مولاي الكبير هذا هو مولاي الكبير علي بن محمد شافك وقال لي سلم لي عليه علي قال شويه من برشلونه هذا راه سبليون بالله غلفت عند السلام راه شافك هنا قال لي عافاك بالله غلي السلام عليه هاك سلم عليه انت عافاك قولها له هو قول سلم عليه اسيدي اعتقراك سلام الله من هنا من الرساني راه تيسلم عليك الوليد راه كلشي بخير وسلم على الاخوان كلشي هنا ياك والسلام عليكم ورحمه الله بارك الله عليك هذا يعني الحاجه يعني الزوينه اللي كاينه في هذا البث اخويا وخوتي وكذلك انهم يعني الانسان يعني كيشوف احبابه كيشوف الاصدقاء ديالو وكذلك وكيبلغ لهم السلام من هذا المنبر فحيا الله كل المتابعين والمتابعات وكنا معكم وكذلك يعني من قلب رحبه البقار عرفنا مجموعه من الاثمنه اللي كاينه شاركنا واحد الحمد لله واحد المحبه واحد الروح انسانيه مع هاد الناس هادو اللي الحمد لله كيبقاو ديالنا وحنا ديالهم وكذلك فحيا هم الله والله يدير شي تاويل ديال الخير ان شاء الله يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين وتبارك الله عليكم السيد القايدي من الخميسات ناس ديال الرحب عمر ديال الرحب عمر الحاج الخلافه فحيا الله القايدي وكذلك من الخميسات ويقرا سلامه وكذلك المجموعه من ساكنات المنطقه فحيا الله كل المتابعين وتبارك الله عليكم من قلب رحبه البقر وان شاء الله نتلاقاو في بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن فضيل حياك الله وتبارك الله عليك قيدي عبد الله ومجموعه من المتابعين تحيه الناس الرساني الميساج من مكناس حيا الله السي فضيل ساكنه مدينه مكناس
فتبارك الله عليكم وحياكم الله. تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك اللي دائما يعني كتشاهدنا في هذا البث المباشر ودائما يعني كتساندنا وكتكون بالتعليقات ديالها الرائعة، فحياهم الله وتبارك الله عليهم من قلب سوق مدينة الرصاني. تحياتي ليك خويا عبد الرحيم بكاري وحياك الله وتبارك الله عليك والشكر موصول ليك، ونتمنى اننا نكونوا شاركنا معكم هذا اللايف هذا وشاركنا معكم هذه الرسائل من قلب المدينه، واللي ساكنه المنطقه كتبلغ وكذلك سلامهم لكل يعني الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وايضا لكل المهاجرين من هذا المدينة اللي هي مهد الدولة العلوية الشريفة إن شاء الله اللي غادي تحظى وكذلك يعني بتأهيل إن شاء الله عما قريب، فنتمنوا لها حظ موفق ونتمنوا الخير لساكنات المنطقة. وهنا يعني نحاولوا ما أمكن نحاولوا نديروا شي بث آخر من قلب رحبة الغنام، وهنا ننهي هذا البث من قلب رحبة البقر، فحياكم الله وتبارك الله عليكم.